كمان النهارده استكمالا لنشاط رئيس مجلس الوزراء، استقبل المهندس جمعه مبارك الجنيبي، ده سفير دوله الامارات في مصر، وخلال اللقاء سلم السفير الاماراتي لرئيس الوزراء دعوه موجهه من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله الاماراتي ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، علشان مصر تشارك في القمة العالمية للحكومات 2019 اللي هتكون في الإمارات في الفترة من 10 ل 12 فبراير اللي جاي.